يسقط بالطريقه دي. فكانت الفكره كلها ان هو البرمنت تيشوز وسواء كان افكتد فيه او افكتد بالبيرث ريليتد انجلز او الاد او الانجلز، دي الثلاثه فاكتورز اللي هم في الاخر هيدوا الانتيتي اوف ذا ليجمنت. وبالتالي هو ده الاساسي، احنا الليجمنت هي دي السبورت الاساسي اللي هو موجود. وطبعا الدكتور احمد حط صوره جميله لحكايه المركب وكده، وانا احطها بطريقه ثانيه بعد شويه. ده المنظر اللي بيحصل مع الفيتال هيد والبلفيك فلور دي في عمليات الولاده. لو احنا شفنا المنظر ده في الاول هنقول اه ده احنا كده معناها ان اي حد هيولد نورمال هيبقى عنده ديستراكشن اوف ذا ليجمنت اند ذا ماسل. اكشوالي نوت، هي الفكره كلها هي وزنه. هو ده حاجه جايه بان في تو ستراكشر بي بافكس وذ ذا بلدس ثرو ذا ماسلز وذ ذا باور. الاسسمنت فيري امبورتنت. لو الموضوع سموث مش هيبقى فيه المشكله كلها، لو الموضوع لارج سايز بي بي او اوفر ستريتشد ليجمنت اوفر ستريتشد ماسل دي اللي ممكن تسبب لي الازمه دي. ده المنظر لو احنا على ليفت سايد، ده المنظر بتاع الليجمنتس وبتاع الاستراكشر اوف ذا بيلفس ازاي ما هم سبورتد. رسم كروكي بسيط بس بيقول لي ان دول كلهم موجودين في حلقات هنشوفها بعد شويه عامله سبورت جامد وبالتالي مش بتسقط من الموضوع. لكن لو السبورت ده كله راح المنظر هيبقى متلخبط زي ما حضرتك شايفين على الناحيه اليمين، وكل حاجه هتروح في ناحيه وهيبقى في اوفرلابنج وكده، ويسقط بقى لورا يسقط لقدام يسقط لتحت اكوردنج تو الباور رايح ناحيه فين. وده الليجمنتس اللي هي ماسكه، دي الشبكه الرئيسيه اللي هي موجوده ماسكه حوالين السيرفكس وعامله الكونكشن كله. هي بالظبط عامله زي شبكه ماسكه من الناحيتين، من الجنب الشمال من الجنب اليمين من قدام من ورا، فدي هي اللي عامله السبورت. وبنلاقي الثلاثه هي بس نازلين، البلادر قدام نازله باليوريثرا ورا الريكتم والانس وفي النص اليوترس في الفاجينا، فهم دول الثلاثه دول ودي السبورت بتاعهم. يبقى احنا كل قصتنا سواء احنا هنشتغل اوبريتيف او هنشتغل فيزيوثيرابي او هنشتغل اي حاجه هنعملها هو تقويه ده. وقصتنا في الاساس هو بريفنتنج ان ده يحصل في اللاكستي اللي في واحد منهم مش هنعرف نتدخل فيه كتير هو الايدجنج، لكن الباقي ممكن نتدخل فيه كتير. وده المنظر اللي بقول لحضراتكم عليه، هو ان انا دي هي عامله زي باور بالظبط. المسل هي الطبقه اللي تحت اللي هي عامله الشيله دي، بس في نفس الوقت السسبنس بتاع الكلام ده كله او السسبنشن كله قايم منين؟ قايم من الليجمنتس والفاشل كونتيشنز اللي عامله الليجمنتس اللي هي فوق. وبالتالي لو كده احنا مش المفروض ان احنا ننزل تحت، انما لو حصل ديفكت اللي فوق مهما تكون المسل تحت قويه هيبقى عندي مشكله، ولو حصل ديفكت في المسل اتسلم مهما تكون الليجمنتس هيبقى نفس الكلام، لو البريشر فوق بقى عين هتنزل بنفس الطريقه. فالحكم ده لازم نحافظ عليه بالطريقه دي حسب الباور ديستريبيوشن في الداخلية موجود. لما هيحصل الديستربنس ده او الديسفانكشن في الاورجنز، دي اول واحده، ده معنى كلمه سيستوسي اللي هو في السامبل واي حصل ديفكت ما بين البلادر قدام وما بين الانتيريور وول اوف ذا فاجينا. حسب بقى هل ده لارج سيستوسي ده سمول ادفانسد لوور ابر، دي مش قصتنا دلوقتي في التقسيمه دي هنقولها بعدين، لكن المهم ده البيزك باثولوجي اللي هو بيبقى حاصل. فالديفكت ده هلاقيه في الاخر في بلج ناحيه الفاجينا، ده اللي احنا بنبتدي نشوفه زي الصوره اللي هي موجوده على الناحيه اليمين. وده البوستيريور، فلو نفس الديفكت حصل بس بوستيريوري يبقى ده هيبقى ريكوسيشن. طيب على كده الرسمتين طالعين ازاي الى بيري سامبل؟ الاسسمنت دكتور احمد قال بعض يعني جزء منه كتير، هو احنا بنعتمد دايما على البوب فيو، والبوب فيو ده المفروض ان احنا في اوكي عاملين اماكن بس عشان يبقى فيها اي حاله فيها ماشي وفيها كومبليكيشن تدايفرت عليها عشان نبدا نتعامل معاها. وزي ما احمد وضح هي فكره ان احنا مختلفين على الجراحه لان الكومبليكيشنز اللي موجوده هتبقى اكتر. فده بتكلم فيه انتيريور اند بوستيريور ريبير، ماليش دعوه بقى بالسكروكوبيكسي والقصص الباقيه دي اللي ممكن يبقى فيها فده مهم. الابروتشز الاولاني هو الانتيريور بولبرابي، وده ميد لاين بلايت ميد لاين انسيجن، بنفتح بنحاول ديسكت وبعد كده بنعمل بلايتيشن اوف ذا اندو بلفيك فاشيا اوف ذا انتيريور فاجينا. وده من التكنيكس اللي هو التراديشنال اللي احنا دايما ماشيين عليه كتير، هنشوف نتائجه ايه دلوقتي، لكن ده من الحاجات اللي هي برضه هنشوف الدروباك بتاعها شكلها ايه. الباري فاجينال او اللاترال فاجينال بقى هو ده اللي ممكن ان احنا نشتغل عليه اكتر، واعتقد ده اللي ممكن يبقى فيه بينا توافق مع المثال كتير. البوستيريور وان ده احنا متفقين ان احنا كده كده المفروض ان احنا ما نعملش اي نوع من المشي، لكن لو احنا اضطرينا فبعد كده ممكن ان احنا نعمل لها
follow up بعديها والتعامل مع الكومبليكيشن في السطر اللي هو موجوده. ثلاثه ابروتشز فاجينالي بوستيرير بالبورافي وده برضو ميد لاين اندوبلفيك فاشيا بلايكيشن وده اقل واحد احنا بنحبه وكان في شويه يعني حاجات قبل كده وكان الاول عملوا ري انفورسمنت بالليفيتور ايناي ويبتدي يعمل كروسنج ليفيتور ايناي طيب مع بعضيها كل الكلام ده بقى اوبسليت انما ده اول واحد اللي هو موجود. السايت سبيسيفيك وده الاهم وهنقوله دلوقتي بتعمل ازاي لكن ده مهم والترانس اينا ريبير ده نتائجه اقل من الحاجات فبالتالي هنبقى دايركتد اكتر على البوستيريور اللي هو سايت سبيسيفيك ريبير لان هو ده اللي هيمنع الريفرنس في احوال كتيره جدا. عشان كده دي الفكره كلها ان انا عشان اعمل كوركشن الاختيارات بتاعتي اللي على الشمال دي الفاكتورز واحنا هنعمل ريكونستراكتيف كل اللي احنا قلناه هنعمل اوبريتيف. اوبريتيف بقى اللي هي كلايوكليتازيد دي احنا ممكن ان احنا نبتدي نقفل الديفكت كله بس دي هنعملها غالبا في الاولد ايجز وفي الناس اللي هم مش لايبل او مش سيرجيكالي فيت للجراحه فبالتالي احنا هنا مش هنقفل الفاجينا كلها فده مش هيبقى حاجه كويسه. فهنتكلم دايما على ريكونستراكتيف لان هي دي الاريا الاكثر ابدومينالي او فاجينالي احنا دي الديسيجنز اللي احنا هنعملها اكوردنج. لكن عادة في الريبير احنا بنشتغل معظمه فاجينال على الرغم ان نسب الريكرنس اعلى في الفاجينال يمكن زي احمد ما قال هو ده الاقرب لينا يمكن السكسس دلوقتي احسن من قبل كده برضو كتير فالدنيا برضو شويه مختلفه. ده الانتيريور كولبارافي ده ابتدى من سنه 1913 بس شايفين الرينج اوف سكسس بتاعه من 80 ل 100% حسب بقى الايد والشولدر و و و و عادة احنا ما بنشوفش ال 100% دي قوي كويس هو ده اللي مشهور لكن عادة ما بنشوفش ال 100% دي قوي لكن هو ليه نسبة ريكرنس سبيشالي لو احنا بنتكلم في ان البيز جوزك فاكتور موجود واحدة اولد ايج او واحدة عندها لاكستي اوف ذا ليجمنتس او بتاع فكده كده هتبقى الدنيا موجود. البارافاجينال هو ده الاكتر بالنسبة لنا وهو ده اللي هو بيتعمل اكتر لان هنا انت بتقفل الاريا اوف ديفكت على اللاترال سايدز في الناحيتين وبالبارافاجينال تيشوز فده بيبقى اقوى بالنسبة لنا كبروسيجر وده ممكن نوصل بيه لحد 97% success rate. الفكرة كلها ان احنا لو رحنا للبوستيريور ده الكونفنشنال الكونفنشنال احنا اتفقنا هنعمله ازاي انما فكرة الليفيتور ايناي دي هنلديها الديسبارونيا دي واحدة من البوينتس لو احنا عملنا بلايكيشن الليفيتور ايناي وقفلناها فعشان كده احنا ده بطلنا نشتغل الشغل ده لكن بنعمله اندوبلبيك فاشيا وبصراحه مش بنحب قوي الجزئيه دي لكن الاحسن هو ان انا اعمل سايد سبيسيفيك ريبير اعمل اوبننج في الفاجينال ميكوزا وبعد كده بفتح وبعد كده بحط ايدي من الريكتم بشوف الافكت بتاعنا واضح فيه بيبقى واضح جدا ان في رنت الرنت ده موجود والفاشيا مفتوحه ودي اللي انا ببتدي ان انا اخيطها واعمل ري انفورسمنت عليها وابتدي ان انا اقفلها هي اتس لايك هيرنيا لا يعني شبهه دايما بالهرنيا فهو في ديفكت الديفكت ده واضح فانا اقفل الديفكت ده زي ما بقفل الهرنيا عندي هرنيا عندي ساك الساك ده بشيله وبقفل الديفكت عليه فالموضوع خلاص انتهى بعد كده تمام. طيب الكومباينيشن بروسيجر دي بقى من الحاجات اللي هي فيها كلام كتير فيها كلام انا جبت الكلام اللي مكتوب وفيها كلام هنقوله غير اللي مكتوب احنا بنشتغل ازاي. فلو انا عملت انتيرور سبورت ده بيتراكت كتير مع الفاجينال ابيكال سسبنشن بروسيجر والنتائج بتاعهم لو احنا عملنا ساكروسباينس او ليبوكسجين ممكن يبقى مع الانتيريور ريبير هيبقى موجود. الحقيقه هو الفكره ان دي كورليشن بينهم بس هو النقطه كلها مش في كده هو النقطه كلها هو الاسسمنت الصح من الاول لان اللي عمل ديفكت في الابيكال او عمل ديفكت سيستوسيل او عمل ديفكت ريتروسيل ممكن يبقى هو عامل ديفكت تاني وده المشكله انك لو ما تعملش اسسمنت صح من الاساس واخترت نوع العمليه صح فانت اوريدي الباثولوجي موجود او اوريدي البريسبوزنج فاكتور فور ذا برولابس موجود فهيبقى في حاجه هيدن هتظهر لما تصلح الباقي. فعشان كده الاهم ان احنا نبقى الاسسمنت من الاول عشان ما يبداش الزيادات بتاعه الكلام ده يبقى موجود. اليورينالي انكونتنس مع الانتيريور برولابس انا يمكن ما جبتش كتير على اليورينالي انكونتنس عارف ان في محاضره كامله يعني الكلام بيقول ان احنا ممكن يزيد بس انا مش شايف دي قصتي انا القصه كلها هو ان انا لو عندي يورينالي انكونتنس مع انتيريور برولابس التفكير هنعمل الاثنين مع بعض هعمل واحد اكمل الواحد فاجينال احنا واحد هيزود لي نسبه الريكرنس ريت انما مهم جدا ان انا يبقى واضح عندي كومبليكيشنز اللي هتظهر من ان انا عملت عمليتين مع بعض حتى مع الريفرنس ريت او بعد سنه
ان انا في الاخر احسن من اعمل اثنين عمليات مختلفه. بس دي اول عمليه مهمه جدا جدا سبيشالي في الحاله دي. احنا ممكن نفكر في الابدومينال ابروتش. الابدومينال ابروتش ممكن يجيب لنا نتيجه افضل في الحالات اللي هي زي دي. واحده من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير الاوكال سيستوليك ستريس يورينري كونتراست. ف وده بيحصل ازاي؟ ان احنا مهم قوي ان احنا قبليها لازم نعمل تيست عشان نشوف هل فعلا عندنا ستريس انكونتنس ولا لا. عندي برولابس قد كده نازل البرولابس ده مداري اي حاجه ثانيه. الست مش بتشتكي من الستريس انكونتنس لان البرولابس ده عامل ستورج. فانت مجرد بس ما دي كده اللي هي الاوبر ستريس يورينري انكونتنس. اللي انا عايز اقوله في الاخر قبل ما اختم التو هو اللي انا شايفه ان احنا فكره البرولابس او اليوترس وفكره اليوروجينيتال ستراكشرز كلها بالابنورماليتيز بتاعتها هي اتس مالتي سيلر تيم. يعني في الاخر دكتور النساء لوحده بنبتدي نقول احنا الاكسبيرينس بتاعتنا حته فرعيه. لكن انا ممكن ابقى شايف ان المسالك ممكن يكون عنده كذا فيجي الجايد لاين عندي يقول لي الابنورمال ابروتش اعلى. طب احنا مش بنعمله. يبقى في الاخر احنا بناخد ادراك اقل كويس على الرغم ان الاكسبوجر للتيني ممكن يبقى مختلف. اعتقد ان هي لازم تبقى ما بين كل السبيشاليتيز دي كده اللي انا كنت بتكلم فيه مع الدكتور مصطفى ان هو الناس يبقى موجود سالك موجود فيزيو سيرجي موجود كل ريكتر موجود. الدنيا هتبقى مختلفه لان احنا في الاخر السبيشاليتيك باثولوجي السبيشاليتيك كومبلين نسبته عاليه. لو احنا حطينا كل الكومبلين اعتقد النسبه هتعلى كده كتير جدا خاصه في وضعيه زي مصر والستات دايما شيم من الكومبلين و و و و هيبقى كتير. لكن طبعا حاجه ستريسنج جدا جدا يبقى في يعني وضعيه زي دي سبيشالي ستريسنج بارتنرز سبيشالي برولابس والعلاقات مع الانتربوز. فاحنا بنشوفها كتير من الحاجات اللي بتبقى فيها كومبلينز ملخبطه ويبقى في الاخر دي حاجات ومحتاجه ان احنا يبقى في اسيست برودكشن عشان الناس دي عندها مشكله وعايزه يبقى في رابطه زياده مع جوزها و و و. في الاخر هي مشكله قائمه اعتقد محتاجه الكولابريشن ما بين كل السبيشالتيز دي عشان في نهايه الامر نبتدي ان احنا ندي نتيجه افضل وده هيدينا نتائج احسن. اشكركم جدا. Even without Cedric C. And you know what? Can't. Level can't change that now. Yeah, now. All the first thing they do is they do a manipulating of the vagina, which is known, of course, and we see a lot, and we work with them, and they do a routine. Almost all of them. Okay, but that's not true. I'm not true, but it's not true. 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 It's not true. It's الجزئيه الثانيه زمان لما كنا بنعمل بلاد نكس ستاتشن في ستريس كونتنس وكان الدكتور راحي نسى يستعين بينا علشان نعملها في سيسكوسين كنا احنا بنشتغل وما ليش حاجه احنا بنشتغل بنعمل بلاد نكس ستاتشن سواء ابدومينال او فاجنال بعد انا بخلص هو ما بيلاقيش حاجه يعملها في سيسكوسين تمام هو بيعمل بقى في السيسكوسين هنجيب حضرتك غلط. اي سؤال ثاني يا جماعه من الاودينس؟ الاستابيليشن از نوت فيت فور سيرجري وي ار بوتينج فيسري يعني ات از بيرزيستنت يعني شي ويل كيب ات فور 6 مانث يو سيد يو كان يو وانت تو تشيك الفولو اب ادي 6 مانث يعني مش كومبليكيشن اصلا ده الفولو اب 6 مانث لكن هي الفكره اللي انا شي كان كيب ات فور فولو اب ادي واحد شورت تيرم وقت ممكن ممكن يستعمل ممكن نوت ميك بريشر نكروزيس لا لا انت لو اخترت السايسس كويس مش هيحصل فرق. فانت الفكره كلها انت عشان كده هتعمل تشيك ده بس مش هتعمل ده لو انت اخترت سايس معقول ما يبقاش السايس يبقى اقل من كده كويس. يعني تنام وتصحى بيه عادي مش هيبقى سورس اوف انفكشن؟ غالبا لا لا هو اكسترنال ما بنشوفش. شكرا دكتور احمد. دلوقتي احنا ممكن نتفرج على ماجي جدا. Thank you.
13% at least يعني هو ده الجود فيجر اللي هو الكولبرافي هو ده اللي ممكن هو يتعرض. وبالتالي احنا بنتكلم في حجم مشكله كبيره. في الاخر يمكن هقول بعض الريكومنديشن احنا ازاي الحل عشان حتى ده هيغطي كمان الاسئله بتاعه دكتور مصطفى. طيب احنا بنفكر ازاي؟ اول لازم نرجع خطوه ورا. اول حاجه من الثيوريز اللي هي نرجع بيها ورا هو الانتجرال ثيوري. الانتجرال ثيوري دي هي نشات وكانت قصتها كلها هو ايه اللي عامل انتجريتي في البلبس. ايه البلبس ده ما بيحصلوش برولابس او ما بيحصلوش ان هو في الاخر بيسقط بالطريقه دي. فكانت الفكره كلها ان هو الكونكتيف تيشوز وسواء كان افكتد فيه او افكتد بالبيرث ريليتد انجلز او الانجلز دي الثلاثه فاكتورز اللي هم في الاخر هيدوا الاكسيتي اوف ذا ليجمنتس. فبالتالي هو ده الاساسي. احنا الليجمنتس هي دي السبورت الاساسي اللي هو موجود. وطبعا دكتور احمد حط صوره جميله لحكايه المركب وكده وانا احطها بطريقه ثانيه بعد شويه. ده المنظر اللي بيحصل مع الفيتال هيد والبلدك فلور دي في عمليات الولاده. لو احنا شفنا المنظر ده في الاول هنقول اه ده احنا كده معناها ان اي حد هيولد نورمال هيبقى عنده ديستراكشن اوف ذا ليجمنتس اند ذا ماسل. اكشوالي نوت. هي الفكره كلها هي وزنه. هو ده حاجه جايه بان في تو ستراكشر بي بافنج سو ذا بلفس سو ذا ماسلز وذ ذا باور. الاسسمنت فيري امبورتنت. لو الموضوع سموث مش هيبقى فيه المشكله كلها. لو الموضوع لارج سايز بيبي او اوفر ستريتشد ليجمنتس اوفر ستريتشد ماسل دي اللي ممكن تسبب لي الازمه دي. ده المنظر لو احنا على الليفت سايد. ده المنظر بتاع الليجمنتس وبتاعة الاستراكشر اوف ذا بلفس ازاي ان هم سبورتد. رسم كروكي بسيط بس بيقول لي ان دول كلهم موجودين في حلقات هنشوفها بعد شويه عامله سبورت جامد وبالتالي مش بتصف من الموضوع. لكن لو السبورت ده كله راح المنظر هيبقى متلخبط زي ما حضرتك شايفين على الناحيه اليمين وكل حاجه هتروح في ناحيه وهيبقى في اوفرلابنج وكده ويسقط بقى لورا يسقط لقدام يسقط لتحت اكوردنج تو الباور رايح ناحيه فين. وده الليجمنتس اللي هي ماسكه دي الشبكه الرئيسيه اللي هي موجوده ماسكه حوالين السيرفكس وعامله الكونكشن كله. هي بالظبط عامله زي شبكه ماسكه من الناحيتين من الجنب الشمال من الجنب اليمين من قدام من ورا. فدي هي اللي عامله السبورت. وبنلاقي الثلاثه هي بس نازلين البلادر قدام نازله باليوريثرا ورا الريكتم والانس وفي النص اليوترس بالفاجينا. فهم دول الثلاثه دول ودي السبورت بتاعهم. يبقى احنا كل قصتنا سواء احنا هنشتغل اوبرتيف او هنشتغل فيزيوثيرابي او هنشتغل اي حاجه هنعملها هو تقويه ده. وقصتنا في الاساس هو بريفنتنج ان ده يحصل في اللاكستي اللي فيه واحد منهم مش هنعرف نتدخل فيه كتير هو الايدجنج لكن الباقي ممكن نتدخل فيه كتير. وده المنظر اللي بقول لحضراتكم عليه هو ان انا دي هي عامله زي باور بالظبط. المصل هي الطبقه اللي تحت اللي هي عامله الشيله دي بس في نفس الوقت السسبنس بتاع الكلام ده كله او السسبنشن كله قايم منين؟ قايم من الليجمنتس والفاشل كوندنسيشنز اللي عامله الليجمنتس اللي هي فوق. وبالتالي لو كده احنا مش المفروض ان احنا هننزل تحت. انما لو حصل ديفكت في اللي فوق مهما تكون المصل تحت قويه يبقى عندي مشكله. ولو حصل ديفكت في المصل اتسلف مهما تكون الليجمنتس هيبقى نفس الكلام. ولو البريشر فوق بقى عالي هتنزل بنفس الطريقه. فالكوبري ده لازم نحافظ عليه بالطريقه دي حسب الباور ديستريبيوشن اللي هي موجود. لما هيحصل الديستربنس ده او الديسفانكشن في الاورجنز دي اول واحده. ده معنى كلمه سيستوسيل اللي هو فيري سامبل واي حصل ديفكت ما بين البلادر قدام وما بين الانتيريور وول اوف ذا فاجينا حسب بقى هل ده لارج سيستوسيل ده سمول ادفانسد لور ابر. دي مش قصتنا دلوقتي في التقسيمه دي هنقولها بعدين. لكن المهم ده البيزك باثولوجي اللي هو بيبقى حاصل. فالديفكت ده هلاقيه في الاخر في بلج ناحيه الفاجينا ده اللي احنا بنبتدي نشوفه زي الصوره اللي هي موجوده على الناحيه اليمين. وده البوستيريور. فلو نفس الديفكت حصل بس بوستيريوري يبقى ده هيبقى ريكوسيشن. طيب على كده الرسمتين طالعين ازاي ان فيري سامبل واي. الاسسمنت دكتور احمد قال بعض يعني جزء منه كتير. هو احنا بنعتمد دايما على البوب كيو. والباب كيو ده المفروض ان انا لما نتفق على ان احنا نبقى بنتكلم فيه. فانا لما هقول لحضرتك ماينس 3 او بلس 3 او ماينس 1 او بلس 1 او كده دي هتبقى ترانسليتد لستيج. لما اقول لحضرتك ستيج يبقى ده ترانسليتد لقد ايه الديفكت وهو ده اللي هيقول لي قد ايه حصل التاثير. لو كلنا اشتغلنا نفس الحالات احنا قد ايه عملنا. التون اوف ذا ماسل ده مهم وان احنا بقى الفاجينال اتروفي
شايف لها ايه وهل احنا هنحتاج حاجه زياده معاها او لا. فده كده والفاكتورز كلها. ده بين سيمبل ازاي الباب فيو بيتقاس النقط بتاعته. النقط بتاعته دي احنا بناخد الجينيتال هيتال دي تحت الهايمنال رينج دي او الريمنال اوف هايمنال مش اكسبليند بي الاكزامينيشن فايندنج اللي هي موجوده. فده كده هاو تو اسس. يبقى فيزيكالي اتس كلينيكال, فيزيكالي اتس اسسمنت. احنا فين هنبدا ناخد القرار على كده بعد كده. هو الانفستيجيشن لو عندي حاجه مش متفسره بالكلينيكال اكزامينيشن اللي هو قدامنا يبقى انا هبتدي ان انا ابروسيد. في كل الاحوال الحاجه المهمه ان احنا لازم تو اكسكلود سواء بالهيستوري او بالاكزامينيشن او بالانفستيجيشن لو لقيت الامور متطلبه, هو ان انا ما يبقاش عندي حاجه بريزيستنت انكريزنت ارتيريال بريشر سبيشالي الماسز والحاجات دي, لان هو دي هتسبب لي ان انا حتى لو عملت هيستوري كارنس بطريقه اكتر. التريتمنت وهنا ده مهم جدا لان احنا التريتمنت اوبشنز مع الست دي مهمه. لما هجي لي واحده عندها حاجه 20 سنه ولسه والده, غير واحدة عندها 60 سنة ومينوبوزل, غير واحدة عندها حاجة 40 سنة واكتف وبتشتغل ونازلة و غير واحدة صحتها متأثرة. كل الفاكتورز دي احنا بنحطها كده ونعملها زي خلطة كده وفي الاخر نطلع ايه الاوبشنز اللي هي موجودة. ممكن قوي اوبشن ان يبقى في مرة ان انا لازم اعمل سيرجري, والاوبشن الثاني انا ممكن اعمل لايف ستايل موديفيكيشن بس. ممكن الاوبشن ان حد عنده فيرست ديجري ترانك كولابس او سكند ديجري ترانك كولابس بيتضايق منه هضطر ان انا اعمل له حاجة سيرجيكال او انما ممكن حكيني نفس الكلام ميبقاش موجود عندي كويس. اتذكر حاله كان عندي من حوالي شهر او شهر ونص, هي ست عندها 67 سنه, ست رياضيه عندها فيرست تو سكند ديجري يوترين كولابس مع مايل سيستوسيل ستيج 1 او 2 ستيج 2. الفكره كلها ان هي اوريدي كومبنسيتد بالكلام ده بقالها اكتر من فتره وعامله موديفيكيشن للستايل بتاعها بتاع اللايف بتاعها, ما عندهاش اي سورس زياده وبتعمل كيجلز اكسرسايز اول ذا تايم والدنيا ماشيه من الدنيا عندها وبقالها اكتر من سنه سنه ونص بنفس المنظر. الامور مش بتزيد. ايه اللي مضايقها تاني؟ مفيش اي حاجه مضايقاها, ليه اتدخل اعمل جراحه فيها؟ فبالتالي هي الوزن هتبقى في كده مشيت عادي والكلام ده بدانا نمشي وكل 6 شهور نشوف الافكت و فانا قصدي ان هو دايما الديسيجن هيبقى اكوردنج للسيتويشنز كلها ماشيه ازاي. حتى الديسيجن بتاع اعملها ابدومينال ولا اعملها فاجينال اعملها لابارسكوب او كده دي قصه ثانيه, لكن هعملها ابدومينال او فاجينال برضه هيبقى فيها كلام كتير اكوردنج ليه. ده لايف ستايل موديفيكيشن دي واحده من الحاجات المهمه وطبعا مهم البودي ويت والكلام ده كله احنا مش هندخل فيه. انما فاجينال استروجين دي برضه لبعض حالات الكلابس اللي هي في اسوشيتد معاها فاجينال اتروفي فدي برضه هتبقى من الحاجات المهمه. والتريننج ده انا مش هدخل فيه, اسيبه للدكتوره مربت, فبالتالي ده برضه هيبقى من النقط المهمه. الفيسرز دكتور احمد ظبطها لنا ومش هنتكلم في تفاصيلها, لكن في الاخر سواء ميبي شورت تيرم ميبي لونج تيرم اكوردنج للسيتويشن, اهم حاجه ان احنا لو حطينا فيسرز بعد ما يبقى الامور سيتل فيها المفروض ان احنا نفولو اب افري 6 مانس, فده مهم. السيرجيكال تريتمنتس التشويس وازاي هنمشي بيها ده مهم, نحط مش او ما نحطش مش هي دي بقى اللي فيها كلام. انما اخر جايد لاينز موجوده بعد كذا ستاديز وكده ان احنا المفروض ما نحطش مش ولا في الانتيوريبير ولا في البوستيوريبير. طبعا كان في فترات طويله بنحط مش كامل قدام مش كامل ورا وتوتال بروف بتاع ده توتال مش قدام توتال مش ورا, يعني ففي الكلام ده كله بقى اوبسليت او بقى ان احنا مشاكله الكوميونيكيشن بتاعته اكتر, لدرجه ان احنا دلوقتي في سنترز كتيره في UK عاملين اماكن بس عشان يبقى فيها اي حاله فيها ماشي وفيها كومبليكيشن فدايفرت عليها عشان نبدا نتعامل معاها. وزي ما احمد وضح هي فكره ان احنا مختلفين عن الجراحه لان الكومبليكيشنز اللي موجوده هتبقى اكتر. فده بتكلم فيه انتيريور اند بوستيريور ريبير, ماليش دعوه بقى بالسكروبابيكسي والقصص الباقيه دي اللي ممكن يبقى فيها. فده مهم. دي اول الحاجه اللي بعد كده ان احنا انتيريوري عندنا تو ابروتشز. الاولاني هو الانتيريور كولبرافي وده ميد لاين انسيجن, بنفتح بنحاول ديسكت وبعد كده بنعمل بلايكيشن اوف ذا انتو بيلفيك فاشيا اوف ذا انتيريور فاجينا. وده من التكنيكس اللي هو التراديشنال اللي احنا دايما ماشيين عليه كتير, هنشوف نتائجه ايه دلوقتي, لكن ده من الحاجات اللي هي برضو هنشوف الدوكاي بتاعها شكلها ايه. الباريفاجينال او اللاترال فاجينال بقى هو ده اللي ممكن ان احنا نشتغل عليه اكتر, واعتقد ده اللي ممكن يبقى فيه بيننا توافق مع المثال كتير. البوستيريور وان ده احنا متفقين ان احنا كده كده المفروض ان احنا ما نعملش اي نوع من المشي,
لكن لو احنا اضطرينا فبعد كده ممكن احنا نعمل لها الفولو اب بعديها ونتعامل مع الكومبليكيشن خاصه لو موجوده. ثلاثه ابروتشز فاجينالي بوستيرير فالكورافي وده برضو ميد لاين اندوبلفيك فاشيا بلايكيشن وده اقل واحد احنا بنحبه وكان فيه شويه يعني حاجات قبل كده الاول عملوا ري انفورسمنت بالليفيتور ايناي ويبتدي يعمل كروسنج ليفيتور ايناي طيب مع بعضيها كل الكلام ده بقى اوبسوليت انما ده اول واحد اللي هو موجود. السايت سبيسيفيك وده الاهم وهنقوله دلوقتي بنعمل ازاي لكن ده مهم والترانس اين ريبير ده نتائجه اقل من الحاجات فبالتالي هنبقى دايركتد اكتر على البوستيريور اللي هو سايت سبيسيفيك ريبير لان هو ده اللي هيمنع الريكرنس في احوال كتيره جدا. عشان كده دي الفكره كلها ان انا عشان اعمل كوركشن الاختيارات بتاعتي اللي على الشمال دي الفاكتورز واحنا هنعمل ريكونستراكتيف كل اللي احنا قلناه هنعمل اوبريتيف. اوبريتيف بقى اللي هي كلايوكريتيزم دي احنا ممكن ان احنا نبتدي نقفل الديفكت كله بس دي هنعملها غالبا في الاولد ايجز وفي الناس اللي هم مش لايبل او مش سيرجيكال فيت للجراحه فبالتالي احنا هنا مش هنقفل الفجينا كلها فده مش هيبقى حاجه كويسه. فهنتكلم دايما على ريكونستراكتيف لان هي دي الاريا الاكثر ابدومينالي او فاجينالي احنا دي الديسيجنز اللي احنا هنعملها اكوردنج. لكن عاده في الريبير احنا بنشتغل معظمه فاجينال على الرغم ان نسب الريكرنس اعلى في الفاجينال يمكن زي احمد ما قال هو ده الاقرب لينا يمكن السكسس دلوقتي احسن من قبل كده برضو كتير فالدنيا برضو شويه مختلفه. الستريس انكونتنس لان البرولابس لا عمل ستورج فانت مجرد بس ما انت تعمل كوركشن للبرولابس بسيرجري هيظهر الستريس انكونتنس فيبتدي ان احنا دخلنا في مشكله ده فده هاو تو جارد احنا من الاول لازم نعمل التست ده ونخلي العيانه في السوبين في الاول بكشف عليها في اللايتوكين بوزيشن وبعدين بخليها في الوضع الثاني وهي واقفه لو انا مش لاقي وبعد كده ببتدي اشوف اذا احنا عملنا كوركشن للسيستوسيل وهل هيحصل بقى معانا ستريس انكونتنس ولا لا. فلو حصل يبقى احنا لازم نصلح الاثنين حتى لو كان عندنا ده هيدن. دي كده اللي هي الاوكل استرس يورينري انكونتنس. اللي انا عايز اقوله في الاخر قبل ما اختم التوك هو اللي انا شايفه ان احنا فكره البرولابس اوف ذا يوترس وفكره اليوروجينيتال ستراكشرز كلها بالابنورماليتيز بتاعتها هي اتس مالتي ديسيبلينري تيم. يعني في الاخر دكتور النساء لوحده بنبتدي نقول احنا الاكسبيرينس بتاعتنا في الحته الفلانيه لكن انا ممكن ما ابقاش شايف ان المسالك ممكن يكون عنده كذا فيجي الريفايت ده عندي يقول لي الابدمنا ابوتش اعلى طب احنا مش بنعمله يبقى في الاخر احنا بناخد نتائج اقل كويس على الرغم من الاكسبوجر للتاني ممكن يبقى مختلف. فاعتقد ان هي لازم تبقى ما بين كل السبيشاليتيز ودي كده اللي انا كنت بتكلم فيه مع الدكتور مصطفى ان هو ناس يبقى موجود مسالك موجود فيزيو سيرجي موجود كولوريكتال موجود الدنيا هتبقى مختلفه لان احنا في الاخر السبيشاليتيك باثولوجي السبيشاليتيك كومبلين نسبته عاليه لو احنا حاطين كل الكومبلين اعتقد الناس بتعملها اللي عن كده بكتير جدا خاصه في وضعيه زي مصر والستات دايما شيء من الكومبلينز و و و و هيبقى كتير طبعا حاجه ستريسنج جدا جدا يبقى في يعني وضعيه زي دي سبيشال ستريسنج كونتنس سبيشال برولابس والعلاقات مع الانتركورس واحنا بنشوفها كتير من الحاجات اللي بتبقى فيها كومبلينز ملخبطه ويبقى في الاخر في حاجات وبنتجه ان احنا يبقى في اسيست برودكشن عشان الناس دي عندها مشكله وعايزه يبقى في رابطه زياده مع جوزها و و و في الاخر هي مشكله قائمه اعتقد محتاجه الكولابوريشن ما بين كل السبيشالتيز دي عشان في نهايه الامر نبتدي ان احنا ندي نتيجه افضل وده هيدينا نتائج احسن. اشكركم جدا. فيهم حضرتك قلت ان البوستيريور ريبير يوزنج ديليفري نايز از اوبسوليت ناو البوستيريور ريبير يوزنج ديليفري نايز از اوبسوليت طبعا اللي قاعد اتفق معاه ان دي از ذا موست كومن بروسيجر دان باي جينيكولوجيست هير ايفن وذاوت ريكوسي اند يو نو واي كانت لا ما كانتش لغايه النهارده يعني كل الجينيكولوجيست بيعملوها كنوع من التايتنج اوف الفاجينا حاجه معروفه طبعا وبنشوفها كتير واحنا بنخش نشتغل معاهم وبيعملوها روتين يعني اولموست كلهم اوكي بس ده مش مظبوط اي مش مظبوط بس يعني ده موجود والاسبرانيا عاليه جدا حتى لو عملت بالظبط بس موجود يعني ال في مصر وفي الخليج هي مشهوره قوي في مصر
الجزئيه الثانيه زمان لما كنا بنعمل بلاد نكس ستاتشن في ستريس كونتيننس كان الدكتور رحمة نسى يستعين بينا علشان نعملها في سيستوسين وان احنا بنشتغل هو مالوش حاجه احنا بنشتغل بنعمل بلاد نكس ستاتشن سواء الدومن او الاوكيشنال بعد انا بخلص هو ما بيلاقيش حاجه يعملها في سيستوسين تماما بيعمل بقى سيستوسين اي سؤال ثاني يا جماعه من الاودينس بتاع شكرا دكتور احمد. دلوقتي هنروح